ولهذا هي هذه بما انها شرع، الشرع اعطاها شروطها، اعطاها وقتها، اعطاها الملكه الشرعيه، اعطاها الحلول ديالها وكل شيء. وانا ساقول لكم لان احنا في واحد الوقت الناس كثر الكلام فيها وكثر النقد وكثر الحديث حول هذه الاضحيه، حتى ان بعض الناس كيقولوا خصنا نلغيوها ونحيدوها. وانا اقول لهؤلاء الناس شرع الله لا يلغيه الا رب العالمين، الشرع ربي هو اللي كيشرعه هو اللي كيرفعه، وحنا ما بقاش عندنا انبياء باش يرفعوا علينا شرع الله. انتهى التشريع، انتهى نزول الوحي، باش تجي انت ولا انا ولا اي واحد يلغي شي شرع من شريعه الاسلام او يوقفها وكذا، خص يكون تما الاجتهاد الشرعي المقبول. اما تجي انت من عند كاتب ولا نقول للناس ما نعيش ولا كذا، لا، كاينه حلول اخرى هي اللي غاتسمعها اليوم، لان الناس عوض ما تقل. هذا ماشي عيب الناس، عايفين احنا بالدرجه الاولى، لاننا لا نعلم الناس هذه المسائل. هو العيب في الاضحيه، ماشي في شرائها ولا كذا ولا في الثمن ديالها، العيب في الفهم اولا، لان باقي ما فهمينش شنو هذه الاضحيه في الاساس. اولا هذه الاضحيه الحكم ديالها الشرعي ماشي فرض، وهذا اهم شيء، هي ماشي فرض عليك، لم يوجبها الله على الناس. وتعرفوا بأن أفضل رجلين، أفضل شخصين بعد رسول الله، سيدنا أبو بكر وسيدنا عمر رضي الله عنهما، كانوا كيتعمدوا ما يعيدوش العام والعامين وهما خلفاء الرسول صلى الله عليه وسلم، كيتعمدوا. علاش؟ باش ما يسحبش للناس، ما يسحبش للأمة الإسلامية لأنها فريضة. فلما كيشوفوا خليفة المسلمين وأمير المؤمنين ما كيعيدش، يقولوا إذا هي ماشي فرض. من استطاعها فيعمل، من استطاعها شيء. وهتقول وانا خصني ندير الاجر، انا اقول لك هذا الاجر اللي انت حريص عليه شكون احسن؟ اذا اعطاك الله الاجر من طريق رسول الله ولا من طريقك انت؟ النبي ضحى بجوج اكلاش في العهد ديالي، واحد قال في الحديث هذا عني وعن اهل بيتي، وواحد اخر ذبحوا النبي وقال هذا عن فقراء امتي. اللي ما استطاعش من الأمة ديالي ضحي، هذا ضحيت عليه وكفاك الله عز وجل. معنى هذه المسألة الأولى، أنت غير مطالب شرعاً بالتضحية، التضحية عندها الميزان ديالها، عام تقادر باش تخلصها، وما تضيعش في عامك ولا في شهرك ولا ما تضيعش فلوسك، أنت قادر باش تخلصها، فهي سنة في حقي، سنة مؤكدة من سنن رسول الله. ولكن تبقى هذا الشيء، انت ماشي مطالب شرعا، انا ما نقولكش ما تعيش، ولكن الشرع ما طالبكش بها، الشرع ما لزمكش بها، القران ما قالكش يلزمك، ليست في فريضه، هذا اول طريق اللي تسلك لها. ثاني حاجه، هذه قربان الى الله، كتقرب بها الى الله، بمعنى هي عباده. العباده لا تكون الا بحلال طيب. كثير من الناس ما عنده شيء كيمشي يتسلف من القبر وعيرد بالفائده وبالريبه، بمعنى باغي يعبد ربي بالريبه، يعبد الله بالحرام. وتعرفوا بان من مقامات البعثه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن القانون الكبير ديال النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، كل حاجه خبيثه لا يحبها الشرع ولا يرضاها ولا يقبلها ولا يجوزها بل يحرمها. والله يقول يا ايها الذين امنوا كلوا من طيبات ما كسبتم، كلوا من طيبات ما رزقناكم، يا ايها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. والنبي يقول ان الله تعالى طيب لا يقبل الا طيبا. المال اذا كان من رشوه، اذا كان من طريق الحرام، اذا كان مكتسب على باب الكذوب، مكتسب بالظلم، مكتسب بشي طريق غير شرعيه، بالزنا، بالحرام، باي طريق اللي هي حرامه، فانه لا يجوز العباده بها. باش تقرب بها الى الله وتجعلها عباده هذا لا يجوز. الزكاه والصدقه والقربة اللي كتقرب بها الى الله فلوسنا خصها تكون من الحلال الطيب، تكون من الحلال. والانسان راه عارف الدرهم اللي كيدخل له في جيبه ولد الحلال، وعارف شنو ولد الحرام. ولهذا بغيتي تقرب الى الله تقرب اليه بالحلال. شريها من حر مالك الحلال ولا تشتريها بالحرام. هذه ثانيا. ثالثا، الاضحيه بما انها عباده، العباده حتى ما كنفتخرش بها الى الله،
واش يمكن تتصلي الصلاه وتقول لصاحبك صلاتي احسن من ديالك، انا فيا الخشوع احسن منك، وتقول له انا كنعرف نتوضا احسن منك؟ اذا دارها شي واحد عام نقول له هذا فيه شي مشكل في عقله. فكذلك بالنسبه للاضحيه، احنا ما نعينوش باش انني نفخم راسي على جيراني او على اهلي او على ناسي ولا على احبابي ولا على اصحابي. انا ما نتقربش الى الله باب الاضحيه وباغي بها الاجر باش انني نفضل نفسي على خلق الله او نتكبر على الناس. وهنا واحد النداء مهم للنساء اللي كيسمعونا في بيت الله ويبلغوا صحاباتهم ويبلغوا جاراتهم. الاضحيه ملي تمشي مع راجل في السوق او تمشي معاه للكراج، خليه يشري على قد جيبه، وما تبقاوش تقولوا للرجال ديالكم جزاكم الله، تقولوا للرجال ديالكم انا خصني نشري احسن من جارتي، ويكون عنده القرون احسن من كذا، ويكون ما نعرفش اش ساوي. هذا والله تضيع لكثير من الاشياء. اولا كتضيع الاجر، ثاني حاجه كتدخل في شي حاجه ما عندهاش علاقه بالعباده، ثالث حاجه كتولي تدخل في التكبر والعياذ بالله والافتخار، وهذا لا يليق بالمسلم اصلا. التفاخر والتباهي ليست من اخلاق المسلم. ثم زد على ذلك كتهرسوا عشيوكم وكتهرسوا عديلكم، والله ما طالبكش بهذا الشيء. الصحابه رضوان الله عليهم كيقول في واحد الحديث نهينا عن التكلف، نهار الله ونهى النبي عن التكلف، نتكلفوا على راسنا. الامه الاسلاميه نهيت عن التكلف. زيد قال الصحابه قضيه الاضحيه ان في الزمن ديال الرسول صلى الله عليه وسلم كان الواحد كيشرك الضحيه وحكوا عليه وعلى وليداته والنساء ديالو وكذا الى اخره، على الدار على دار كامله كيشرك الضحيه وحده. قال حتى تباهى الناس، حتى ولاو الناس هذا كيزيد على هذا، كل واحد خصو يشري ديالو، كل واحد ما عارف يفتخر ديالو، كل واحد. وهذه من المسائل التي ولات عاده في الناس وهي معضله ومشكله في الحقيقه. حنا بغينا نخليو هذا العيد نخليوه في الاصل ديالو اللي هو عباده باش انت تتقرب به الى الله. ثم زيد على ذلك هذه الأضحية هذه، دابا الناس كيسولوا أو ما عندناش، كاين الغلاء، الظروف صعابة إلى آخره. طيب كاين الحلول الشرعية عملها لك الشرع باش أنت تضحي وتشري ولكن بلا ما تشق على جيبك. أول حاجة أن الشرع أجاز الاشتراك في الأضحية الكبيرة اللي هي الإبل والبقر. جاءت نصوص، وخا هو ماشي مذهب مالك في الجمهور في المشهور، ولكن مذهب غيره وله ادلته. وقال لي حتى بعض العلماء من المالكيه، علماء ديال مذهب الامام مالك، الاشتراك في البقره وفي العجل وفي الجمل وفي الجبنه، اشتركوا فيها سبعه الناس في فلوسها وفي الاجر ديالها وحتى في قسمه اللحم ديالها. ماشي سبعه الناس معنا سبعه الاشخاص، سبعه ديال الاسهم، سبعه القسمات. معناها يمكن انت وخاك واختك تشتركوا في قسمه واحده، او لا داركم كاملين يشتركوا في قسمه واحده. وهذه كيعملوا بها حتى بعض الدول الاسلاميه بحال الاردن وسوريا وفلسطين ومصر، كيشتركوا الناس ديال الحي مع بعضياتهم، كيشتركوا كيعملوا جمل كبير. بمعنى عايشين شي حاجه قليله ديال الفلوس، وفي هذه الظروف هذه وخا المغاربه ما ولفوش هذا الشيء، ولكن هذه من جمله الحلول الشرعيه اللي يمكن يديرها المسلم في هذه الظروف هذه. كذلك كاين واحد الحل اخر، كثير من الناس ما يعرفوش هذه القضيه، ان اول مرتبه ديال العيد بالنسبه للانعام هي الكبش، لانه ضحيه رسول الله وضحيه النبي صلى الله عليه وسلم. ثم في المرتبه الثانيه كتجي النعجه، الانثى ديال الكبش هي المرتبه الثانيه اللي كنسميو حنا الخروف. والخروف حنا كنعرفوا بان الثمن ديالها قليل وما ساويهاش بزاف، فبالتالي اللي بغى يعيد وعنده ديك الشيء قليل وبغى يوسع على وليداتو بالاكل وكذا يشري الخروف هذا، وهي في الاجر في الرتبه احسن من الجديد، هي كتجي في الرتبه الثانيه. بمعنى الواحد ما قدرش على الذكور ديال الانعام يشري الاناث ديالها، وحنا اصلا اغلبيه الناس كياكلوا اللحم ديال الاناث على طول العام عند البزاره، لان اغلب ما يذبح على طول العام في دول العالم كامل هو الاناث. هذه مسألة مشهورة ومعروفة، فبالتالي ماشي شي حاجة جديدة علينا. كذلك من الحلول، الإنسان اللي عنده شيء قليل، ولكن هذه حلول شرعية، ماشي حلول باطلة، ماشي حلول الحرام، هذه الحلول من الشرع نفسه. تعرفوا بأن أقل السن ديال الأضحية اللي هي الكبش، ماشي عند مذهب مالك، عند مذهب غيره، وله أدلته، تكون بنت ست
استشهار. يعني الحولي او الحوليه يكون عنده 6 شهور، هذا على اخر حول. بمعنى اذا كان عنده 6 شهور او 7 شهور او 8 شهور الثمن ديالو غيكون خفيف، غيكون قليل، خصوصا هذاك اللي ما كيتعلموش بزاف. بمعنى هذه حلول في هذا العام وفي هذه الظروف الواحد اذا قدر يعملها باش يوسع له ولادته، ما يحرمش نفسه، ما يحرمش نفسه من الاجر، ما يحرمش عائلته من الفرح، ما يحرمش ولادته كذلك. هذه كلها حلول شرعيه شرعها الاسلام وشرعها ديننا الحنيف، وجعلها توسعه للناس، وجعلها حلول للناس، باش انهم في مثل هذه الضائقات انه ما يتحرمش. ثم زيد على ذلك في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وفد واحد وفد الى المدينه المنوره تسموه الدافه، وهذه كنقراها في الفقه الاسلامي. النبي في ذلك العام نهى الصحابه عن ادخار لحوم الاضاحي، قال له ما دعا ما تخبعوش الدهن، ما تقدوش، ما تعملوش قديد وتخبعوا تاكلوا راسكم، صدقوا على الناس، لان جاوا الناس الى المدينه خصهم حتى هما يشاركوا مع المسلمين الفرحه ديال العيد، يشاركوا معاهم الاكل والشراب. بمعنى اذا كنت انت ميسر لقلت قبيلتك، كنت ميسر ايها المسلم وقادر تشري جوج الاضحيات، وحده ليك ولولادك، وحده شريها على الاقل على الاقارب ديالك، لان بالتاكيد في العائله ديالك ولد عمك، بنت عمتك، خال، ولد اختك، اختك، لابد ما تلقى شي واحد فقير فيهم. على الاقل شري على المقربين، شري عندك الناس اللي هما من عائلتك، من هكا تصير بهم الرحم، من هكا الصدقه في المقربين، من هكا تتقرب الى الله بالصدقه زائد الاضحيه ديالك. وفي هذا ينبغي ان يتنافس الناس. وانا اقول احنا المغاربه كنا وما نزال المسلمون هنا في هذا البلد الحبيب، كان هذا الشيء هذا كيتنافسوا في بالخير. واللي قدر واصحابه يفرحوا شي اسره، ما اكثر الاسر، ما اكثر الناس المحتاجه، ما اكثر الافواه الجائعه، ما اكثر الناس التي تتضرع الى الله وتبكي حالها الى مولاه. وتعرف بانك اذا دخلت الفرح على اليتامى في هذه الايام شي حاجه ابتدت لا يساويها ارض ولا سماء. دخل على اليتامى مات بابهم او لا ما عندهم لا بابهم لا يماهم، وتمشي وتفرحوا بهذه الاجواء هذه، او لا تشري لهم كسوه العيد، او لا تشري لهم شي حاجه اللي غتفرحهم منها، ولا تعطيهم نصيب من المال، والله العظيم خير من الدنيا وما فيها. وجربوا هادشي اللي كنقول لكم يا اصحاب، ماشي بالضروره حتى تكون ملياردير، حتى تكون ما نعرفش عندك شركات، والله اذا عندك عشويه ودرتي هادشي عندك السعاده الداخليه، ديك الراحه ديالك والسكينه ديالك، وعاد الصدقه السر ديالها الحقيقي انها كتدفع للانسان المصاعب، كتدفع له البلايا، شحال من مصيبه وشحال من بلية قدر تكون عاد تلطفك او لا تطيح فيها او لا تقيسك، الله كيدفعها عنك. نسال الله ان يدفع عنا النقم والمصائب. اللهم ربنا.